ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ انا عند عبود فيديو تحدي لايف. شايفيننا كويس؟ اهم حاجه كده الجوده كويسه ولا الكاميرا محطوطه في حته خارج؟ طب انا هعمل ايه؟ طيب نخفي عدد اللي في اللايف. ما بقى انا بتجنن بقى في كده، حاجه رخمه قوي. قولوا لنا كام في اللايف. المهم يا جدعان احنا اتفرجوا علينا، هنعمل تحدي لايف دلوقتي. احنا جايبين كشري. تحدي والله، تحدي الكشري يا جدعان. دقه، مين انا بيحب الكشري؟ اكتبوا معانا في الكومنتات عشان كده بقى مش ناقصه. مش هيبقى انتوا الراجل اللي باع لنا الكشري بعد اذنكم. الكشري يعني دوت اغلى كشري جبته في حياتي ب 100 جنيه طبق قد كده، لانه من اقوى. توم اند بصل يا جماعه، توم اند بصل فرع المقطم، فرع المنوفيه. ماشي يا برافو، فرع شبرمنت. المهم انتوا عاملين ايه؟ الراجل حاطط لنا صلصه ما بتعملش احمر. ومعانا طبعا رايق، هنعمل لكم شغل التعمين. الستات يلا بتوع اللي هم ربات المنزل دولت. ايوه معانا قطعتين من العيش التوست. التوست ومعانا الصلصه، ودي شطه. بسم الله، مؤدب والله، مؤدب محترم. بسم الله، مؤدب ومحترم. منوره يا شيمو. طبعا زي ما انتوا عارفين ال اخدت الطبقين العيش عشان انت اللي جايب الاكل. لا يا اسطى، تبدع نفسك. على فكره عبود هو اللي عازمنا يا جدعان. عبود على فكره راجل فايز. كنت بالله ما معايا غير 5 جنيه هو اللي عازمنا. لا وعمال بيقول لي بقلبي تعالى يا عم تعالى نورني. تستنيت شهرين كنت قبضت من اليوتيوب اوائل. لسه انت معاك قد كده من اليوتيوب؟ اسكت بقى. لسه فاتح البتاع لقيت مش عارف جايب لك 1000 دولار. هيصدقك هيصدقك يديك عنف يديك عين ايه ده؟ يديك عين بجد. يا جدعان التحدي ده اللي هيخلص الكشري والتوست بتاعه هيعاقب التاني عقاب صعب قوي. صعب يا جدعان، فاتفرجوا علينا، اتفرجوا علينا بقى وشجعونا كده في اللايف. شجعوا قولوا ايه وقولوا لنا انتوا بتحبوا تشتروا الكشري بتاعكم من يعني هند، توم اند بصل، بغاشي، مين تاني؟ الزعيم. يلا عشان نبدا التحدي. اصبر يا عم، لسه ما حطيتش الحاجات بتاعتي. حط صلصه ولا شطه؟ بصوا انت اصلا انت حطيت الصلصه بتاعتك كلها؟ اه حط لي لو عايز ترمي. لا ده انا اللي اترمي. انتوا يا جدعان ايه رايكم في ال، على فكره احنا بنكلمكم بنقول لكم بتاكلوا هاتوا وانا اخلصه في ثانيه. دي ميار شبحايه ميار. طب يعرف نفسك يا بص بقى عبوس هيخلص اصلا ان هو خمام. بيبدا اول سؤال بقلب بيبدا قبل ما نبدا التحدي. لا يا اسطى بقلب ما بداتش. سلام عليكم. هو كام واحد في اللايف اصلا؟ ما حدش بيتكلم اصلا. بس كنا فتحنا من عندك انت. ناس عندك في ناس عندك محترمين كتير. في ناس كتير دخلت اللايف. ما انا عارف، بس انت عندك ناس محترمين. الناس يا اسطى بتشتم الناس وخلاص. كشري؟ ايوه ما هو كشري. بتاكل من انهي محل يعني؟ اخدت كل الليمون يا كفر. كشري بالليل اللي لقيناه اللي لقيناه هو يا اسطى. وحاطط كيس ليمون واحد؟ اه والله. قول والله اقسم بالله العظيم ثلاثة. ده بيهزر ولا ايه؟ هات يا عم كيس الشطه ده حط. انت كده يعني بطل بقى لو بقول لك كده. يقولوا ان الواد ده بطل، مفيش منه اتنين. احنا يا جدعان يعني انتوا بتقولوا لنا ان احنا لا هنحط الشطه كلها وانا ما بعمليش في الشطه. انت عندك ملح؟ مش انا عايز ملح. عندك ملح؟ انتوا جايين تجوعونا؟ ملح؟ هند والزعيم. لا انا باكل من هند والزعيم. لا يا باشا انت بتاكل من ايه؟ توم عند بصل يا باشا. لا ابو قايل كشري قال ليه ليه؟ بس انت فاتح الكيس. ما كله مفتوح، انت عبيط ولا؟ شطه كتير، شطه كتير. بص انتظروا الاكشن اللي هيحصل. الله يهنيك يا مريم. انا الزعيم برضو. في زعيم ولا سيد حنفي؟ سيد حنفي. لا في محل، في محل يا اسطى في وسط البلد انت اكلت منه معايا؟ عارف. لا مش سيد حنفي. الزعيم. ولا الزعيم. محل كده. كنت مستنينا عنده. جودزي دخل اللايف. والله والله العظيم. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك انت؟ سيد حنفي مش قد كده. تعالى كل يا جوزي. يا جوزي رحنا جبنا كشري وانت لا. كم عند بصل؟ هو انتوا منين؟ احنا منين؟ احنا من مصر الجديده. الشطه حرقه يح يح يح. فكره لسه بقول لك يا معفن. معفن؟ وبارد وبارد. طب اقسم بالله بارد.
يا اسطى بيبرد بسرعه. ايه ده محل مفروض ده ب 100 جنيه يا اسطى بصراحه. اه والكاشير قليل الادب اصلا. ده اهم حاجه. منين؟ من مصر الجديده، من شارع الحجاز. مصر الجديدة، ميدان الساعة، ميدان سعد، مدينة نصر. بس منطقة نظيفة برضه، رادعين زبالة. احنا اللايف بتاعنا بلا هدف، فاتحين اللايف عشان نتفرج على درعين اليوتيوب، قصدي دراعات البلاي ستيشن ودرع اليوتيوب. جامبو انت متغير؟ متغير ازاي يعني؟ الفلتر محليش بس عبود عمور اكتر مني. لا لك ده منظر عمور. لا عمور سوم بالله، واحد لسه رابط الجاموس. المهم يا جماعه، الله يسلمك يا قمر، الله يسلمك. من الحجاز عمر 24 بالظبط كده. المهم يعني لا عايز اقوله انه كم واحد في اللايف يا جماعه، عشان عند مش عارفين نشوف جنبه الكاميرا بتاعته محطوطه فوق عدد اللايف، فمعلش قول لنا كم واحد في اللايف. ما قعدت ازاي الاول يا عم؟ يعني انت دعمتني في الاول عشان تدعمني دلوقتي؟ طلعش صوت وانت بتاكل يا جنبه. عمرو يا عم. قمر مين حبيبي؟ عموره. ام سوري ماي فريند، ما انت الاسم اتفق، انت اكيد فاهمني. المهم يا جماعه، ان اللي هيخلص الطبق بتاعه الاول هيعاقب الثاني عقاب ذريع، وكله هنا في اللايف. كنت بحبك في الاول بس دلوقتي عادي فشخ. ده يبقى انت اللي اتغيرت مش هو. بالظبط جدع. بوم. والله بوم. ما عدتش تتكلم عشان سنانك، شو معنى؟ بس الناس عندي عملوا شويه ميمز حلوين على اللايف بتاع امبارح. بجد والله؟ والله قعدت اضحك عليهم، ما رفعتهم كلهم سنين. اه شفتهم. يا جدعان اقترحوا عقاب لل ده يخلص الكشري متاخر، للي يخسر. كل لك اتكلم سعودي يا جماعه. هلا 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 خفف يا دنيا. بتاكل العيش وانا جايبه لك اياها. تعالى فيا روح بيه. يا هناك والله العظيم بيقول لك اللي عيني فيها روح بيه. لو نفسي فيها رفض دلوقتي. ما عشان كده بقول لك انت اللي بتتغيري. بالظبط كده. من النوعيه من النوعيه اللي الحاجه طول ما هي بعيده، وده انا مش بنتقدك، انا بفهمك بس حالتك. انت من النوعيه اللي هي ايه، طول ما الحاجه بعيده واو دي جامده، لكن لما احس ان هي بقت بتاعتي وسهله لا بقت رخمه. شغل اطفال يعني، اللي هو لما العيل يبقى نفسه في اللعبه والجبال ويكسرها ويقول لك مش عايز. بالظبط شغل اطفال. ناس كتير اما عماله تدخل لايف ومحدش بينطق. مرحبا. بعدين اللي بيحب حد بيحبه عشان مش هو بيضحكه، لا بيحبه عشان هو بيحبه، فاهمه؟ شخصيته. ما انت مين اللي بيضحكك يعني؟ لما يكون جامبو ما بيضحكيش، انت مين اللي بيضحكك؟ احلق للتاني. لا لا احلق ايه، انسى. عبود بيخاف على شعر. اللي يخسر يشرب ميه بملح. ماشي هو كمل، بس انا حاسه سهل قوي، حاسين حاجه يقلع ملط هنا مع الارض.
ما هو انت مش بغير. يعني ايه ما هو انت مش بغير؟ حبيبتي يا دنيا تعالى اعمل لنا اكل بقى. الله يهنيك يا دنيا. ابقيت روتيني. تعالى اتجوزيني تعالى نعمل فيديوهات انا وانت. هتقول لك نوع من انواع التجديد بقى. هتقول لك لا اصل انا ماليش في كده. انا رايح انام فاكرني عبود. فاكرك يا قلبي الراجل ده دخل اللايف عندي قعد 3 ساعات رايح انام بعديها بنص ساعه يا عبود يلا عشان رايح انام بعديها بنص ساعه يا عبود يلا غدا يلا وقعد اللايف كله. جاي دي الصفحه رجعت اللي طب الف ما مش فاهم اي حاجه. بيقول لك ادي الصفحه رجعت قول لي طب الف مبروك. صح فين جنبه العيل البارد اللي بيغني رجب حوش صاحبك عني عيل بارد. انت مين ده؟ تعرفه؟ شفتوش شفتوش والله يا آية أو أنوش. مصطفى فوزي عمل ايه في الأكونت بتاعه؟ معرفش عمل ايه؟ هو ايه اللي حصل له؟ أكيد عمل ترند تاني وأقول لك اتقفل مش اتقفل والجو. مين مصطفى فوزي ده؟ الشيمي و عمل ايه؟ بقول لك اللي هيخسر يركب على التاني. أهو يركب؟ يركب على التاني. يا ديني بتكلم على قناتك لما كانت مسروقه. يا ابني دي من زمان يا ابني انت عايش ميت المخادر ولا ايه؟ بص بيقول لي مع السلامه يا جبنه. يا جنبه بس باكل كشري. كشري يا جدعان. بتاع الغلابه. نعمل الفيديو بتاع اخبار الحمد. بعت لك ال بس تنقص والله. تعالى كل يا منار ما تعمليش اي حد لحد. شكرا يا زيد. هلا والله. هلا يا هلا يا مجرمه. مجرم بقى انا بقول له بتخنق جدا نفسك بيكتب اسامي كده اسامي جسد الانستجرام اللي رخم. الموضوع انك ما تكررش الاسم ده رخم قوي. ما تضطر تهبد عشان اسمك متاخد. ابو 100 جنيه وعبود اللي عزمني. هتعمل اختبار حمل فيها ولا ايه؟ بتكلم بجد والله. ماشي يا استاذ. هتلبسني عبايه؟ رب العباية. هتيجي ده عليك فرد ويبقى علم. ما ممكن اسمع منك. سرح مصغرة تيزي. يا اسطى دي بيج فان. اسلام ده بيفوق بالليل فاهم لما ايه؟ روح كده استقانيس. يروح ايه؟ اصبر بقى خليه يخش معانا في اللايف ولا ايه؟ يا اسطى ميسي هو في اللايف فين؟ نورهان عزت انا قفلتك فين؟ اهي اه اسلام اسو ده ظاهر ان انا في اللايف. ايه ده؟ طب ما انت تديك داخل في اللايف. انا مش فاتح الانستجرام اصلا. ما تهزرش والله اهو فولي مقفول. لا لا عندي ميوت. ما هو ده بقى جوزي. حد يشيل ده ابو مراتي يا شباب.